والمستوى مطمئن. وسلام يا الدوحة، سلام سلام يا الدوحة، سلام. نبعث التهاني ونزف التهاني لمالك رسائل عبد الله بن محمد بن مبارك آل خليفي على الفوز بالشوط الرئيسي بهذا الشوط القمة. أقوى أشواط الحيل يذهب مع رسائل، خيرة أشواط الحيل أسبق حايل في هذا السباق المحلي السابع هي رسائل. سجلوه دونوه، تستاهل رسائل هذا الفوز ومعودة على الفوز. تهانينا والناموس لمالك رسائل عبد الله بن محمد بن مبارك آل خليفي، وتهانينا لحمد بن مبارك بن حويل على هذا التضمير المميز. وسلام يا الدوحة، سلام سلام يا رسائل، سلام. تهانينا والناموس لحظات الوصول، تهانينا والناموس لمالك رسائل عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. قدمت عرض ممتاز وانفردت بالمركز الأول وبدون أي منافس على هذا الصباح. تهانينا 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 لمالك الريان. وسمحوا لي جماعة، أنا رشحت عند لوحة واحد، هنا 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 الريان محمد بن جابر بن جار الله النابت المري. وسلام السيلية، السيلية في الشوط الرئيسي، هنا أزف لها السلام مع فوز الريان في الشوط الأول الخاص بالزمول. أقوى أشواط الزمول اليوم، أقواها على الإطلاق، أول انطلاقة للزمول مع الريان يفوز بهذا الشوط. تابعوه، تهانينا تهانينا لمالك الريان محمد بن جابر بن جار الله آل نابت المري على فوز الريان بالمركز الأول وحصوله على الشوط الأول الخاص بالزمول. تهانينا والناموس لمالك الريان المركز الثاني. المركز الثاني شاهين لي سالم بن سالم بن ناصر بن سالم. تنفرد انفراد عن بقية المراكز رغم المحاولة من قضية هنا على المركز الثاني، ولكن يا سلام يا سلامي على رسمية وعلى انطلاقة رسمية. إذا سجل ودون يا مخرج هذا النقل، هذا الشوط باسم رسمية كما سجل الشوط الأول كذلك باسم رسائل، هنا يسجل هذا الشوط باسم رسمية وبدون أي تعليمات. تنفرد رسمية أيها الإخوة بهذا الانطلاق الرسمي وبهذا المركز الرسمي. إذا تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمضمر الرسمي كذلك، وسلامنا وتحياتنا للدوحة وضواحيها ولمالك رسمية عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي على هذا الناموس، كما نهني مضمرها حمد بن مبارك بن حويل الشهواني على هذا المستوى الراقي والرفيع. المركز الثاني غير الريان، انطلق الريان، انطلق الشعار بالسريد مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. اللحظات الأخيرة أمتار الحسم قادم للوضيحي، الوضيحي قادم، الريان صامت، الوضيحي قادم. قدم لي أبو حمد لأرى الأسماء مع انطلاقة الريان ومع تواجد الريان مع الصدارة. إذن الريان يحكم القبضة على مجريات هذا الشوط. وصل الوضيحي يا بوي، الوضيحي، الريان، الريان، الوضيحي، أمتار الحسم اللحظات الأخيرة، ولكن أمور ومجريات هذا الشوط تجري لصالح الوضيحي مع هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقة. ولكن يبدو بأن الدخول جماعي ما بين الريان وما بين الوضيحي، والشعار الكتبي والشعار بالسنيد. يا سلام، هذه الجازي وحفلة وسعود بن صالح القمرة والشعار الهامري من الجانب الآخر، الله عامر بن خلفان الهامري، ولكن حفلة تحتفل بهذا الفوز. يا سلام، حفلة 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 هي الأقرب للفوز. سعود بن صالح القمرة السندباد القطري يقدم شعاره المميز في هذا اليوم، ولكن الشعار البرشلوني. يا سلام، حفلة، ولكن الجازي اللحظات الأخيرة، ولكن تصر حفلة مع شعار القمرة على هذا الفوز. تهانينا تهانينا للمضمر حمد بن سالم الجهويد ولسعود بن صالح القمرة. وسلام يا حفلة، سلام سلام يا حفلة، سلام. تهانينا والنا
ناموس على اختطاف المركز الأول وناموس الشوط حفلة تنتزع هذا الناموس انتزاعا. تهانينا لسعود بن صالح القمرة ولحمد بن سالم بن جهويل المركز الثاني. ممثلا لأبناء شحنية في هذا الموقف وهناك الغفلي يحاول الله ترشيح محمد بن بريك ترشيحك 10/10 ما عذب لكني أنا برشح شباب يا محمد خلني مع شباب متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان وهنا يصل ذباح عموما الناموس شحاني في هذا الشوط الناموس شحاني مع ذباح ومع شباب تهانينا وهنيك يا محمد يا بن مريك على هذا الترشيح المميز يعرف هذا البعير جيدا مع هذا الشعار شعار علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت وهنيك الناموس على هذا الفوز المستحق لذباح تهانينا والناموس شباب يصل بالمركز الثاني متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري المركز خلوا العنود ولكن براهين والعنود العنود من الجانب الأيمن العنود وبراهين والعنود لمن الناموس ولكن براهين هنا العنود مشاهدينا ومتابعينا الكرام قلت لكم هذه العنود صاحبة الإنجازات وقلت لكم عنها ورحبنا فيها من أول ما شفناها هذه صاحبة التاريخ تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل إذن هذه صاحبة مجسم قصر الحصن نعم في العام الماضي في ميدان الوثبة يا سلام إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصيفة كذلك على جميع الرموز وكثيرا من الرموز ولكن تهانينا في هذه اللحظات إلى مالك العنود من احتلت المركز الأول عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المركز الثاني وصلت على المركز الثاني قدم لنا الشوط يا سلام قفل المجريات هذا الشوط انطلق بانطلاقة الطيور المحلقة اللهم صل على محمد اذا هذا هو نشوان بدأ ينتشي بانطلاقته مع اول المراكز ومع المقدمة والصدارة علي بن خليفة بن احمد الرميثي يتواجد بشعاره مقدما لنا نشوان منطلقا بشعاره مع الصدارة يحلق على أرضية هذا الميدان وأيضا يدون اسمه مع أسماء الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة المميزة هذا هو نشوان وهذه انطلاقته إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس ونهني علي بن خليفة بن أحمد الرميثي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني كان الوصول من قبل ثاني المراكز ضاق ولا بلاش من الهجن والخسارة يا سلام ولا بلاش من التعب يا جماعة هذه اليرموك اللي عنده اليرموك أو مثل اليرموك ما أقول اليرموك لأنها اليوم أعجبتني ما شاء الله لأنها اليوم أعجبتني هذه راحت من الكادر الفوقاني وحيدة ترقص على الكادر الفوقاني وأيضا التهاني تنهال فهد بن سيف والموهوب يهنون عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني والجماهير والبشرية تهني مالك اليرموك عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على هذا الفوز ويستاهل يستاهل وتستاهل اليرموك اللي وصلت منفردة الحالها ما شاء الله في شوط الحالها والتوقيت في خطر التوقيت يا بوي راح التيم بدون أوامر ما شاء الله على اليرموك تهانينا والناموس توقيت خيالي توقيت حدث يسجل دون أي تعليمات تذكر سننتظر في تقديم النوعيات المميزة وتخطيطه السليم دائما في قيادة الأسماء المميزة كالرامي
غير الرامي من الأسماء المميزة. يا سلام يا سلام، بكل ثقة يقوده المحترف، بكل ثقة. لكن من قريع، من قريع خطير والله، خطير والله، خطير والله، خطير. يا سلام، هذا هو شكلها بالمركز الثاني، يشكل الخطر، يشكل الخطر، لكن لا خطر مع شعار المحترف. المحترف يختم أشواط الزمون اليوم بفوز الرامي بالمركز الأول، ومالكه فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. أبو سيف يحترف في قيادة الرامي إلى خط النهاية. تهانينا لك يا أبو سيف على هذا الفوز المستحق مع الرامي في هذا الشوط. المركز الثاني شكلان عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري، ثالثا المرموق وهو المكان الأول، ولكن الوجبة على المركز الثاني هنا مع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. ولكن نعود إلى مرموقة مع المركز الأول، مرموقة مطاعة تسلم، مرموقة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل ظفرت بهذا الناموس. زايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين مع مرموقة. هذه مرموقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يتسجل هذا الشوط باسم مرموقة وبانطلاقاتها النفاذة وبانطلاقاتها السريعة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. هذه مرموقة، تهانينا لمالك مرموقة زايد بن منصور بن قانم السيف الخيارين على انتزاعها للمركز الأول وتصدرها هذه الحيل حتى خط النهاية. المركز الثاني هملولة وصلت على المركز الثاني، سيف بن محمد بن سيف الخلي أما المركز الثالث ووصلت فيه الوجبة. جماله مع الصداره يا بن جيم، يا سلام. وزايد بن منصور السيف الخيرين مقدما لنا جماله مع الصداره، وبدون اي تعليمات. ارجوك يا غانم لا تقول لها شيء، خلي الحساب للطان. نريد هذا الشعار ونريد جماله في سباق المؤسس باذن الله في اشواط الرموز وبالاشواط العينيه والسيارات، يتواتد هذا الشعار دائما وابدا في المحافل المحليه والخارجيه. اذا ترشيح سعيد بخالد الشواني يصيب مع جماله بانطلاقتها الذاتيه الى خط النهايه والعصاب الابطال كما تشاهدون. هذه جماله لحظه قدومه الى خط النهايه، خط النهايه يقف احتراما وحبا وتقديرا لجماله ولهذا الشعار، شعار زايد بن منصور على سيف خيري. المركز الثاني تتار زاهية بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر بهذا الشعار يصطاد هذا الشوط صائد الرموز، يصطاده يا سلام. وصل الشحانية، واصله الشحانية على المركز الثاني، ولكن زاهية تختطف ناموس الشوط. سلام يا زاهية، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز، والنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم أو الثانية تسجل لهذا الشعار. إذا النقطة الثالثة تسجل لمالك زاهية زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين بعد فوز جماله بالشوط الماضي، تحقق زاهية ناموس الشوط. تهانينا والناموس لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، وسلام يا زاهية، سلام، وسلام يا العوينة، سلام لحظات الوصول. تهانينا والناموس. المركز الثاني منصورة وينه، يستمتعون ويتابعون محبي هذا الشعار. استمتعوا أهل العوينة. يا سلام، منظر ولا أروع لها، للذيبة القادمة بكل قوة هنا إلى خط النهاية لتعلن فوزها بهذا الشوط اللي حمل الأسماء الكبيرة. وهذه الذيبة قادها غانم إلى خط النهاية، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين المالك للذيبة. تهانينا أهل العوينة، تهنئة أهل العوينة على هذا الفوز المستحق مع الذيبة الفائزة بهذا الشوط. زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين يحقق النقطة الذهبية في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني
هذه هملولة حمد بن مسر بن ناصر الشهواني الهادي.